السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك التوفيق لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. تعلم ضعفنا وقصورنا، وألا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، موضوع هذا اللقاء عن ذكر الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومجالس الذكر خير المجالس وأطيبها وأزكاها. وقد جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وجاء في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة في المسجد جلوس نتذاكر، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله وما من الله علينا به. قال عليه الصلاة والسلام: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا قال: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وفي القرآن قال الله عز وجل: اذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: من ذكرني في ملأ
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أقول ذلك لأذكر نفسي وإخواني بنعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن هيأ لنا هذا المجلس ومن علينا به، وهو وحده جل وعلا المان والمتفضل لا شريك له، فنسأله عز وجل الذي من علينا بهذا الجلوس أن يجعله جلوسا لوجهه خالصا ولنا نافعا، وأن يتقبله منا، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يجعل ما نقوله فيه ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. يقول الله عز وجل في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الآية العظيمة فيها فضيلة للذكر عظيمة الشأن جليلة القدر رفيعة المكانة، ألا وهي أن من آثار الذكر العظيمة وثماره الجليلة ومنافعه المباركة أنه طمأنينة للقلوب وسكون للنفوس وزوال لقلقها واضطرابها وضجرها، فما اطمأنت القلوب ولا حصل لها راحة وطمأنينة بمثل ذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله عز وجل هو الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر والراحة بعد الغم والهم والحزن، وهو قرة عيون أهل الإيمان وراحة نفوسهم وطمأنينة قلوبهم، مفزع لهم في كل كرب وشدة وفي كل غم وهم، فإذا أصيب قلب المؤمن بشيء من الكرب أو الهم أو الحزن لجأ إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، فانزاحت عن قلبه همومه وانقشعت غيوم أحزانه وآلامه وكدره، وأبدله الله سبحانه وتعالى فرحا وفرجا وراحة وطمأنينة. والقلب إنما خلق ليكون ذاكرا لله جل وعلا، فإذا غفل عن ذكر الله عز وجل توالت عليه الهموم ولا تنكشف عن قلبه إلا إذا أعاد قلبه إلى الذكر لله عز وجل،
ولهذا لو تأملت عامة أدعية الكرب المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجدتها كلها عائدة إلى هذا المعنى، فإنه لا تنزاح عن القلب الهموم ولا تنقشع الغموم إلا بشغله بذكر الله سبحانه وتعالى. والغفلة عن الذكر آفة عظيمة ومهلكة للإنسان ومضرة عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن حاجة القلوب إلى ذكر الله سبحانه وتعالى كحاجة السمكة إلى الماء. فما حال السمكة إذا فارقت الماء؟ تراها كيف تضطرب اضطرابا شديدا، وهكذا الشأن في القلوب إذا فارقت ذكر الله عز وجل اضطربت، وبدأ يدخلها من القلق والهم والغم والحزن بحسب بعدها عن ذكر الله وانصرافها عنه وغفلتها عن العناية به. ولهذا فإن ذكر الله سبحانه وتعالى حياة القلوب الحقيقية، فلا تحيا إلا به. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. انتبه لهذا المثل ما أعجبه، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فكما أن الأرض الموات إذا أنزل الله تبارك وتعالى عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فكذلك القلوب حاجتها إلى ذكر الله سبحانه والعناية بذكر الله جل وعلا كحاجة الأرض والنبات إلى الغيث. فإن الأرض إذا انحبس عنها المطر ماتت، والقلوب إذا انحبس عنها ذكر الله وأعظمه القرآن ماتت. ولهذا سمى الله جل وعلا الوحي في كتابه، سماه جل وعلا روحا، صلوا تحية المسجد، سماه تبارك وتعالى روحا لأن الحياة الحقيقية إنما تكون به، فلا حياة لها إلا بذكر الله سبحانه وتعالى.
قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره. وقال جل وعلا: نزل به الروح الأمين. وفي هذه الآية سمى الله جبريل روحا لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، فلا حياة للقلوب إلا بذكر الله عز وجل، وأعظم ذلكم القرآن الكريم، وأعظم ذلكم القرآن الكريم كتاب رب العالمين الذي هو حياة القلوب وسعادتها وفلاحها في الدنيا والآخرة. ومن شأن الذكر في هذا الباب، باب طمأنينة القلوب، أنه طارد للشيطان عن العبد، وقرب الشيطان إلى العبد مجلبة للهموم ومجلبة للغموم والمخاوف والأحزان. قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، وقال: ليحزن الذين آمنوا. وهو الصارف للناس عن ذكر الله عز وجل بوساوسه وهمزه ونفثه. ولهذا شرعت الاستعاذة بالله منه. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هذان وصفان للشيطان: وسواس خناس. فإنه إذا غفل عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الله خنس. فذكر الله عز وجل مطردة للشيطان ومبعد له عن العبد المؤمن، والغفلة عن ذكر الله مجلبة للشيطان. والله عز وجل يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي ملازم ومصاحب. وإذا جثم الشيطان على قلب العبد ملأه والعياذ بالله بكل بلاء، وحشاه بكل رذيلة، وأوقعه في أنواع من الانحرافات، أنواع من الانحرافات الشديدة التي تبعده عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وكثير من الغموم التي تصاب بها القلوب بسبب غفلة أصحابها عن ذكر الله جل وعلا، فيجثم الشيطان على القلب. فلا يكون في القلب طمأنينة ولا راحة،
ولهذا فإن الطمأنينة التي تكون لقلوب أهل الإيمان بإقامتهم لذكر الله سبحانه وتعالى من آثارها وثمارها طرد الشيطان عن قلب العبد. والشيطان لا يطيق ذكر الله، رأيتم كيف جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط مدبرا من شدة عدم إطاقته لذكر الله سبحانه وتعالى. والأذان كله ذكر لله جل وعلا. ولهذا فإن ذكر الله عز وجل حصن حصين للمسلم يحميه بإذن الله سبحانه وتعالى ويقيه من الشيطان الرجيم. وقد جاء في المسند والجامع للترمذي وغيرهما عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن يحيى ابن زكريا عليهما السلام قال لقومه إن الله أمرني بخمس كلمات وأمرني أن آمركم بهن، فذكر الأمر بالتوحيد والصلاة والصيام والصدقة، ثم ذكر الأمر الخامس قال وأن آمركم بذكر الله. فإن مثل الذي يذكر ربه كمثل رجل انطلق أو خرج وراءه العدو سراعا فآوى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منه. فالذي يذكر الله عز وجل الذي يذكر الله سبحانه وتعالى بمثابة شخص دخل في حصن حصين وحرز منيع يحميه من أعدائه. فالذكر لله عز وجل حصن للمسلم. ولهذا فإن عددا من أهل العلم قديما وحديثا سموا كتبهم في ذكر الله سبحانه وتعالى وإيراد الأذكار المشروعة سموها بالحصن. لماذا؟ لأن في ذكر الله عز وجل حرزا للمسلم ووقاية من الشيطان الرجيم وسلامة من وساوسه، على أن هذا الشيطان عداوته لعباد الله المؤمنين عداوة مستمرة لا تتوقف. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو يأتي العبد من جميع جهاته. قد ضرب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لحال الشيطان مع العبد المؤمن في إيقاعه في الغفلة وصرفه عن ذكر الله سبحانه وتعالى بأن مثل ذلك مثل رجل معه قطعة لحم بين يديه وحوله كلب جائع يطوف به من كل جهة ينتظر أدنى غفلة ليخطف لحمته، وهكذا حال الشيطان. فما أحوج وهكذا حال الشيطان مع العبد المؤمن، فما أحوج العبد المؤمن إلى مداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحواله. إذا خرج من بيته
يذكر الله، بسم الله توكلت على الله، فإذا قالها قيل هديت وكفيت ووقيت. وقال الشيطان لشيطان آخر: كيف لك السبيل بعبد هدي وكفي ووقي؟ وإذا دخل البيت وسمى الله لم يتمكن الشيطان من الدخول، فإذا دخل دون تسمية قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يسمى على الطعام قال الشيطان: أدركتم العشاء. ومن ذا الذي يرضى لنفسه أن يبيت الشيطان معه وأن يجلس معه على طعامه وهو ألد أعدائه وأشد خصومه؟ ومن ترك ذكر الله عند دخوله لبيته فهذا إذن منه للشيطان بالدخول، وإذا ترك ذكر الله عند طعامه فهذا إذن منه للشيطان بالطعام. وإذا دخل المسلم بيت الخلاء وقال بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كان ذلك حرزا له من الشيطان، كما جاء في الحديث: ستر عورات بني آدم عن أعين الجن. قال بسم الله ستر عورات بني آدم عن أعين الجن، أو كما جاء عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أو عن نظر الجن، فهي ستر للعبد. إذا قرأ آية الكرسي لم يزل، إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا، ولهذا ما أحوج العبد إلى أن يعنى عناية دقيقة بالأذكار المأثورة، سواء منها الموظفة الراتبة أو العامة المطلقة، فيعتني بذكر الله عز وجل ليطمئن قلبه وتسكن نفسه ويبعد عنه الشيطان وتتحقق له السعادة وهناءة العيش وراحة البال وطمأنينة الخاطر. وقد جاءت النصوص في كتاب الله عز وجل آمرة بذكر الله جل وعلا بالكثرة لشدة حاجة العباد إلى عناية مستمرة دائمة بذكر الله، ومن ذلكم قول الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال عز وجل: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالعبد بحاجة ماسة إلى عناية دائمة ومستمرة وذكر لله تبارك وتعالى بالكثرة. والسنة جاءت بذكر فضل الذكر وعظيم شأنه وعظيم ثوابه وما يترتب عليه من خيرات عظيمة وبركات عميمة ومنافع متنوعة، بل جاء في الجامع للترمذي وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟
وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. قال ذكر الله عز وجل. وثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهذا الحديث كأنه يصور حال أهل الإيمان وكأنهم في ميدان سباق ومضمار سباق، وأن الذاكرين الله وأن الذاكرين الله بالكثرة والذاكرات هم أهل السبق في هذا الميدان، لا يسبقهم أحد إلا من جاء بمثل عملهم وزاد على ذلك. فأهل الذكر هم أهل السبق كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام سبق المفردون. وذكر الله عز وجل هو مقصود العبادات كلها، فالصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الطاعات إنما شرعت لإقامة ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري. يقول عليه الصلاة والسلام إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولهذا فإن أهل العبادة من صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك تتفاوت أجورهم فيها بحسب حظهم فيها من ذكر الله. وقد جاء في هذا المعنى حديث حسن بشواهده عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه سئل أي المصلين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قيل أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قيل أي الصوام أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث وغيره، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب، قاعدة عظيمة في باب المفاضلة في العبادة، ألا وهي أن أعظم الناس أجرا في كل عبادة أكثرهم ذكرا لله فيها. أعظم الناس أجرا في كل عبادة أكثرهم لله ذكرا فيها. أرأيتم لو أن شخصين صاما وأحدهما شغل يوم صيامه بالذكر والآخر شغل يوم صيامه أو جزءا من يوم صيامه بالنوم، أيستوي صوم هذا وصوم هذا؟ أتستوي صلاة عبد عمرها من أولها إلى آخرها بالذكر لله قلبا ولسانا قلبا وقالبا، وشخص وقف في صلاته بجسمه وقلبه إما في متجره أو عمله أو مصلحته أو غير ذلك من شؤونه، أتستوي صلاة هذا وصلاة هذا؟ تكون صورة العملين واحدة، ولكن الفرق بين العملين في الأجر والثواب كالفرق بين السماء والأرض. فأعظم الناس أجرا
في كل طاعة أكثرهم ذكرا لله سبحانه وتعالى فيها. والذكر يكون بالقلب واللسان، وهذه أعلى مراتب الذكر وأرفعها. قد ذكر العلماء للذكر ثلاث مراتب: الأولى الذكر بالقلب واللسان وهي أعلى مراتب الذكر، ثم الذكر بالقلب، ثم الذكر باللسان. وأعلى مراتب الذكر أن يشغل المرء قلبه ولسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يعين على ذلك التأمل في معاني الأذكار المشروعة والفهم لمدلولاتها، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. وقد نبه السلف رحمهم الله تعالى على أهمية العناية بمعاني الأذكار ومدلولاتها. إذ إن كثيرا من الناس قد يأتي بألفاظ الذكر أو كذلك بألفاظ الأدعية المأثورة دون فهم لما دلت عليه، دون فهم لما دلت عليه. والنفع إنما يتحقق بتمامه للعبد إذا عني بفهم معاني الأذكار ومعرفة مدلولاتها. ولنتأمل في هذا قصة مفيدة، ألا وهي أن الفضيل ابن عياض، والقصة رواها أبو نعيم في الحلية في ترجمة الفضيل، رأى رجلا عنده شيء من التفريط فقال له: كم تبلغ من العمر؟ قال: أبلغ 60 سنة. قال: أوما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له: أو تعرف تفسيره؟ وهذا موضع الشاهد. أو تعرف تفسيره؟ يعني هل تعرف معنى قولك إنا لله وإنا إليه راجعون؟ انظر هذا الكلام في زمن التابعين. قال: أو تعرف تفسيره؟ قال: وما تفسيره؟ قال: وما تفسيره؟ فكثير من الناس يأتي بالألفاظ يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن لو قيل ما معنى يقول: ما أدري. يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إن قيل ما معنى يقول: لا أدري. وهكذا في كثير من الأذكار والأدعية المأثورة. فقال له: أو تعرف تفسيره؟ قال: وما تفسيره؟ قال: إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي وأنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك. وإذا علمت الأذان تفضل. وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. قال: وما الحيلة؟ قال: يسيرة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي غفر لك، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت
فيما بقي وفيما مضى. نعم. هذه القصة العظيمة تفيد فائدة جليلة للغاية من حيث العناية بمعاني الأذكار والعناية بمعرفة مدلولاتها، ومن ثم تحقيق ما دلت عليه من إخلاص وتمجيد وتقديس وتعظيم لله تبارك وتعالى، أو استعانة والتجاء وتوكل عليه، أو غير ذلك مما تشتمل عليه الأذكار المأثورة من المعاني العظيمة والدلالات المباركة. وقد قال العلماء إن مجيء العبد بألفاظ الأذكار دون عناية بمعرفة مدلولاتها يكون ضعيف الفائدة وضعيف الأثر إن لم يكن عديم الأثر. والمصيبة أعظم والبلية أكبر إذا كان المرء يأتي بألفاظ الأذكار المشروعة وينقضها بفعالة، وهذه مصيبة المصائب وبلية البلايا، حتى إنه يوجد من الناس من يقول لا إله إلا الله، هكذا يشير بأصبعه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم إذا مد يديه يدعو قال مدد يا فلان، ملتجئا إلى غير الله سبحانه وتعالى، فينقض التجاؤه في دعائه لغير الله سبحانه قوله لا إله إلا الله، لأنه قالها وهو لا يعي ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإن لا إله إلا الله وهي أعظم الذكر وأفضله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله، وهي أعلى شعب الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وهو أرفع مباني الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على عظيم فضل هذه الكلمة وأنها خير الكلمات، كما قال عليه الصلاة والسلام خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلما وجد في الناس من يأتي بهذه الألفاظ، ألفاظ الأذكار المشروعة، دون فهم لمعناها ودون دراية بمدلولها، أصبح في فعال بعضهم ما ينقض ويصادم ما تدل عليه تلك الكلمات. وأحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما التسبيح فهو تنزيه لله وتقديس، وأما لا إله إلا الله فهي كلمة التوحيد، وأما الحمد فهو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع حبه على أسمائه وصفاته ونعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى. وأما التكبير فتعظيم لله واعتقاد أنه لا أكبر منه سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام لعدي: يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار منها، كلمة استعانة وتوكل واعتماد على الله سبحانه وتعالى وتفويض للأمور كلها إليه جل في علاه. ولكن لما يكون المرء على عدم معرفة ودراية بالمعاني والمدلولات يقع في أخطاء متنوعة، ومن ذلك أن يجعل بعض الأذكار في غير موضعها. يقول شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله تعالى يخطئ كثير من الناس في كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، فيجعلونها في الاسترجاع وهي كلمة استعانة، يجعلونها في موضع الاسترجاع وهي كلمة استعانة. وهذا مثال من الأخطاء التي تقع لدى الناس بسبب عدم تحقيق ذلك. عودا على بدء وبه نختم هذا اللقاء، يقول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذه الطمأنينة التي تكون للقلوب بذكر الله عز وجل ليس بالذكر أو بالإتيان بألفاظ الذكر إتيانا مجردا باللسان فقط، بل لا بد من عناية بالغة واهتمام عظيم بفهم معاني الأذكار ومعرفة مدلولاتها ومجاهدة للنفس على تحقيق ما دلت عليه من توحيد وتعظيم وتمجيد وتقديس لله تبارك وتعالى، أو استعانة وتوكل عليه جل في علاه، أو غير ذلك مما تشتمل عليه الأذكار من المعاني العظيمة والمقاصد الجليلة والمطالب الرفيعة. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم يا ربنا جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وأصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.